مباراه ناريه ما بين الزمالك وبيراميدز النهارده على ارضيه ملعب بيتر سبورت، حاله من الهدوء كده والرضا بيتسيطر على جماهير الزمالك بعد انتهاء اللقاء بنتيجه 3-3. لو كلمتكم النهارده طبعا عن كواليس اللقاء اللي كان ناري جدا من بدايته لنهايته النهارده، جمهور الزمالك طبعا في البدايه هتف لكل لعيبته اول لما نزلوا الملعب كده الدوري يا زمالك، بدأهم كلهم يعني ينادوا على لاعبتهم، هتفوا لعماد السيد حارس الزمالك النهارده بشكل قوي جدا، جنش النهارده بقى اوباما اللي مستبعدين اللي كانوا حريصين جدا اللي هم يبقوا موجودين في الملعب، اول لما دخل جنش بدا كل الجمهور اللي موجود في المدرجات يهتفلوا بشكل قوي، احسن جون في مصر جنش هو الاصل. الاجواء بقى في الملعب النهارده كانت سخنه جدا من اول لحظات اللقاء، طبعا النهارده جنش كان باين عليه التوتر القوي جدا وقاعد في احد المدرجات كده في نص الملعب، كان باين اللي هو متوتر وكان يعني من الوقت التاني كده عمال يتنطط على الفرص اللي بتضيع من الزمالك، لكن بقى اول لما جه الجول الاول للزمالك كانت حاله من السعاده قويه جدا على كل جمهور الزمالك، جنش بقى احتفل بشكل قوي جدا جدا هو وكل جماهير الزمالك، الصدمه كانت باينه بقى على حسام البدري اللي موجود النهارده هو واحمد حسن ومجلس اداره يعني بيراميدز كده، النهارده طبعا بقى اول لما جه الجول التعادل لبيراميدز بدا بقى ابراهيم حسن يحتفل بشكل قوي وبدا يرفع ايده كده للملعب ويبص لجمهور الزمالك، كان سعيد قوي جدا وكان باين اللي هو يعني منفعل من هتافات جماهير الزمالك ضده. اول بقى لما جه الجول الثاني للزمالك حسام البدري وكل اعضاء مجلس اداره بيراميدز احتفلوا بشكل قوي، قاموا سقفوا لاعيبتهم، كانت الصدمه باينه على كل جمهور الزمالك، الدنيا بدات تهدى خالص، جمهور الزمالك بدا ما يهتفش في الملعب، بدا بقى الدنيا تتوتر على الاخر لحد لما تعادل الزمالك، احتفال قوي جدا جدا في كل انحاء الملعب بتروسبورت، كله بيحتفل لان يعني التعادل جه في اللحظات الاخيره، جنش بقى وهو نازل كده ما بين الشوطين كان حريص اللي هو يروح للجمهور الزمالك ويطالبهم اللي هم يشجعهم اللعيبه بشكل قوي وبدا يعني يقول لهم كده شجعوا، الدنيا بقى اتغيرت خالص الشوط الثاني، كانت الدنيا متوتره جدا، حسام حسن كان منفعل بشكل مستمر هو وابراهيم وده اللي خلى حكم اللقاء طرد ابراهيم حسن النهارده كده في الشوط الثاني، ابراهيم حسن بقى وهو خارج يعني طلع منه لفظ خارج كده لحكم اللقاء، الناس كانت بتحاول تسيطر عليه اللي معاه في الجهاز، بعد طرد ابراهيم حسن طبعا اطرد عبد الله جمعه اللي كل جمهور الزمالك هتف له وهو خارج، الدنيا اتوترت اكتر واكتر واكتر وبدا بقى جمهور الزمالك يدخل في حاله من السعاده القويه، اول لما جاب الجون الثالث بتاعه احتفلوا بشكل قوي جدا، بانت الصدمه على كل جهاز بيراميدز وكل اعضاء مجلس ادارته، كل يعني لعيبه الزمالك وكل الدكه احتفلوا بشكل قوي جدا لحد بقى لما طرد حسام حسن اللي انفعل على الحكم بسبب اعتراضه على قراراته، بدا بقى الحكم طرده كده على طول لكن حسام برده انفعل وبدا يشتم في الحكم كده ويزعق له وهو خارج، ابراهيم طبعا تضامن معاه في الزعيق، ابراهيم حسن بقى هو بره كده كان باين عليه الانفعال قوي جدا وفضل يعني ماسك في الحديده كده بتاع المدرجات وعمال يقول لا كده بشكل قوي، طبعا اول لما جه بقى جول التعادل لبيراميدز بدا بقى حسام حسن كان رافض اللي هو يحتفل ما احتفلش خالص، ابراهيم هو اللي فضل واقف وعمال يقول يعني هنجيب الرابع، اول لما انتهى اللقاء بقى بان يعني حاله من الرضا على كل جمهور الزمالك، النتيجه شايفين اللي هي نتيجه كويسه التعادل مع بيراميدز بكل النجوم اللي موجوده فيه، حصلت بقى اشتباك قوي جدا داخل الغرف كده بالايدي ما بين الجهازين وهم طالعين مسكهم في بعض كده واتخانقوا مع بعض وبدا الامن يدخل ويفصل ما بين الجهازين، ما نعرفش ايه السبب الرئيسي في المشكله لكن كان باين يعني جهاز بيراميدز مش راضي على النتيجه وكان خارج منفعل، شدوا مع بعض واشتبكوا مع بعض جوه لكن الامن كان حريص اللي هو يبقى سريع كده يفصل ما بينهم، النهارده جمهور الزمالك هو اللي خارج في حاله يعني من الرضا باينه عليهم وهم خارجين، النهارده يعني مبروك للفرقتين على نقطتين، الاثنين في المركز واحد في المركز الاول واحد في المركز الثاني ما بعدوش عن بعض كتير، والنهارده يعني نتمنى المنظر يبقى دايما كده مليء المدرجات الملاعب كلها كل الملاعب تبقى مليئه زي المنظر اللي كان موجود النهارده في مباراه الزمالك وبيراميدز.